إذا مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر من مدينة الجديدة بالضبط من جماعة أمغار الموسم ديال أمغار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اش غتقول لنا على الموسم هذا العام هذا؟ خويا الموسم هذا العام كيبان لي أنا في يلاه في الأول ديالو عامر إن شاء الله عامر بزاف اليوم الجمعة الافتتاح ديالو اليوم الجمعة عامر بزاف يعني راه كاين الاكتضاض باقي يلاه النهار الأول كاين الاكتضاض فهمتي الافتتاح ديالو اليوم الجمعه هذا باين غادي يكون يعني عام موسم تبارك الله اللي هو مسحور في على في المغرب كامل. سميتو افريقيا كامله ان شاء الله مسحور هذا سميتو هذا الموسم هذا وكنتمنوا من الله يكون بخير وعلى خير ونتفرجوا ونشطوا الفروسيه ودوز كل شيء بخير وعلى خير. بالنسبه لشحال من اصابه تكون تقريبا دابا؟ الملايين ديال الخيل ان شاء الله تبارك الله ما غاديش نحسب ليه كاين بزاف كل شيء منظم صراحه كلشي من كاين التنظيم تبارك الله كاينين جمعيات كاينين سميتو كاينين رجال الدرك كنقدرهم كنحترمهم كاينين القوات المساعده كاين بزاف اللي بقاو هذا الموسم هذا هو احسن موسم في المغرب اكبر موسم في افريقيا كامله ان شاء الله كلشي لا هذا بزاف هذا تبارك الله هذا انا بعد ما كاينش والدية في هذه البلاصه بالضبط والديا كانوا انا باقي ما كاينش جيت لهذا الموسم هذا انا من اليوسفيه حمري جيت نتفرج في الموسم تبارك الله عليك اخي الله يحفظك شكرا صحة وراحة الله يحفظك خويا اذا المشاهدين بقاو معنا شوف نزل عندهم اذا بقاو معنا مشاهدين عاود عطيني الله يخليك اختي كبير قول لي السلام عليكم. السلام ورحمة الله مرحبا. قول لنا على الموسم العام. الموسم ديال بولارد الأمغار شي حاجة اللي خارقة للعادة. وصراحة الله موسم منظم من جهة المخزن لا من جهة التنظيم ديال اللعاب لا من جهة التنظيم ديال أصحاب الخيل التنظيم كل شيء. البيع والشراء. كل شيء الناحية كاع. كيعطي واحد الرواج كبير. رواج كبير خارق للعادة راه موسم عالمي. الموسم شي حاجه عالمي راه اي بلاد تيجيو لهذا الموسم الناس كم اي بلاد تيجيو للموسم ديال الموسم ديال مولاي عبد الله نواحيه المغرب كامل حتى من خارج المغرب واش غنقول لك شي حاجه الصربه كاينه هنا تقريبا واش غنقول لك لا واش بلا ما تحسب لك ما تحسبش لك هذا الشيء خيال تبارك الله ما شاء الله تبارك الله وتنحيوا هاد الناس اللي تسهروا على شي ديال الخير وعلى شي ديال التنظيم وعلى شي ديال صراحه الله شي حاجه اللي خالقه للعاده وشكرا اذا على بركه الله يفتتح الموسم ديال عبد الله امرار نواحي الجديده كما كتشوفوا بنظام وانتظام جمع الفرسان راكبين على الخيل ديالهم استعدادا للتبوريده الموسم البعيد إذا كما كتشوفوا الأجواء موسم عبد الله أمغار لا نشدك عارف اش غتقول لنا السلام عليكم اش غتقول لنا على الموسم هذا العام هذا التنظيم كي داير بركه تنظيم زوين الله يجزاك البركه كل مزيان ديما كتجيو ليه هو من نواحي هنا من هنا نواحي مولاي عبد الله شنو اللي بالك الجديد هذا العام شنو هو الجديد اخويا عامل مزيان وكاين تنظيم هو هذاك احسن ما يرام ولكن الحمد لله من النهار الاول كاين الزحام ما فاش هاد القضيه من النهار الاول الناس باغي التبور هذا تبارك الله عليك يعني انتم كتشوفوا مشاهدينا الكرام في البث المباشر اللي كنقدموا لكم مباشره من الموسم ديال عبد الله امغار هنا كما كتشوفوا بالصوره الخيام كاين كثار من هذا الشيء كاين كثار من هذا الشيء كاين الالاف ديال الخيام في المناطق الاخرى راه حنا غادي نوريوها لكم كاين الناس هنا اللي جاوا قبل الموسم باسبوع هذا اللي كتشوفي فيه قدامي هو الضريح ديال عبد الله امغار حنا غادي نوريه لكم ندير لكم تغطيه مواكبه لهذا الحدث هذا طيله الايام ديال هذا الموسم هذا
شوف اجي عندك هذيك عندك راه كيف بتحط جاهز. اذا نبقاو معنا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا هذه الاجواء هذه سولوك سولوك اش نزل نزل السلام عليكم كي جاك الموسم هذا العام هذا هو اللي بغى يصير هو السلام عليكم السلام نزل نزل عندنا اذا كما كنشوفوا في الصوره اذا كما كتشوفوا التنظيم جيد جدا بالموسم ديال ولي عبد الله امغار هذا الموسم لان الجمهور تبارك الله اللي كيتواجد علينا كيجي باش كيتستمتع معاكم في هاد الظروف الجميله اللي كيعرفها هاد المحرم تبارك الله اللي عايش سنين فن التبورده اللي عرفاته بالتالى اخويا شحال من صرفه كاينه هاد العام هذا؟ جميع صرفه كيفاش شفت التعليمات ديالكم؟ ها؟ جديد هو جديد موجودين شنو منطقة تسمع؟ دولة تقولي لينا؟ هضري دور 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 هكا نبقى معنا مشاهدينا الكرام زولة لا غير هي مشارك وموسم العام كاين نظام موسم زوين رائع كل شيء مزيان لا الحمد لله ما خاص حتى حاجه السلام عليكم كي داير مع صحابي فيك وعاش بك الحال العام فرحانين كي جيت الموسم العام فرحانين بهذا ناضي الخير هذا ها فرحانين بهذا الخير العام شفنا من النهار الاول كاين زحام ياك في الاحتياط القضيه النهار الاول يوم الاول من البداية كاين زحام يوم الاول علاش الناس باغا تنشط وباغا تفرح انت ما عمرك ما درتي الخير لا درت تمام درتيها انت تمام والله لا الله عمر هذا اللي ما عنده العاون يعلق السبيحه ديالو فم الباب اللي ما عنده العاون يعلق السبيحه فم الباب تبارك الله عليك يبارك بارك الله السلام عليكم السلام عليكم شحال تقول لنا على الموسم العام تبارك الله واعر كيف فرحونا كل عام معاك فرحونا والله مهمومين احنا ديما مهنوين كيجي هذا كنفرحوا كيجي هذا الموسم كنفرحوا تبارك الله المدينه كامله كيتجمعوا المدن كامله كيتجمعوا كيبقاو تفتحوا ضحكوا ان شاء الله ويعرقوها والشوا فين الدجاج اللحم وشي كاين الشنج مسمن كول ما عندكش كول اي حاجه تاكل فابور كاين ماكله فابور تحيه وتحيه للملك ديالنا الله ينصرو تحيه للمغرب كامل وتحيه للناس المغربيه هي هي الجمهور الجمهور بزاف تبارك الله يعطيهم الصحه فهمتي جاي من خريف جاي من الملال الجمهور زوين هذا العام اول مره العام هذا زوين العام الاخر كان كيف بالصداع والايامات هذا العام شعلنا منظم كاين المخزن المخزن ديال النخزه فهمتي مالي فينا فهمتي والحمد لله يخرج به خير وتحيه للملك ديالنا تحيه سيدنا الله عليه الصحه تحيه للمنور كاملين تحيه للناس خريف وكل شيء تبارك الله الله يعاونك شحال المده ديال الموسم هذا شحال كيبقى من النهار من الجمعه للجمعه جمعه سيمانه سيمانه وهذوك الناس اللي كيديروا خيام وداكشي كيف كيجيبوا الشوا وكيبقى يدبحوا الحواله خير تبارك الله خير موجود تبارك الله خير موجود هما كيطلبوا عباد الله كينعسوا على الدم كلشي كاين كلشي كاين الحمد لله شكرا ياك كلشي كاين كلشي كاين اللي بغيتيها كاينه
إذا مشاهدينا كما كتشوفوا بالصورة الافتتاح ديال الموسم ديال العبد الأنهار التظاهرة اللي كتعتبر تظاهرة عالمية أكبر موسم ديال الخيل في أفريقيا اللي هو هذا بنواحي جديدة مولاي عبد الله أنهار معايا 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 سلام لا راه قلت ما بغاش يدخل صافي واخا منين هو؟ سعودي يا هلا بيك يا هلا بيك مرحبا الله يسلمك كيف الحال؟ الحمد لله ابو خير تمام يا ربك الحمد ما شاء الله تبارك الله انا صراحه سعيد جدا وهذا ما شاء الله المهرجان مهرجان صراحه يعتني بهالخيول العربيه الاصيله وهذا صراحه فخر للعرب جميع فالله يوفقكم ان شاء الله ويجعل المغرب دوم على هذه الطريقه وهذه الاشياء الجميله اللي يحتفلون فيها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله يعني كل واحد بطريقه ديالو لكن ما شاء الله انتم احتفالكم احتفال جميل واحتفال موفق واسال الله ان يجعلها دائما لكم ان شاء الله هذه الاحتفالات ويبارك للجميع ان شاء الله الاحتفالات اجواء جميله والشعب جميل والمغرب اجمل واجمل من البلدان كلها حفظكم الله ورعاكم شكرا تحياتي اذا كما كتشوفوا بها الصوره اخ من الشقيقه العربيه السعوديه اللي جا حتى هو باش يشوف الموسم ديال عبد الله أنهار اذا شفنا اليوم جنسيات من دول عربيه شقيقه اللي جات اليوم باش تشوف هذا الموسم هذا السلام عليكم كده مع صحيح بخير عشان تقول لي احنا دابا هذا سعودي تو جاي يشوف هذا موسم عالمي هذا موسم عالمي هذا فرحان به الموسم بخير وعلى خير مزيان فيها عمر وفيها الخير والبركه وفيها هذا العام هذا عمر بكري شويه من نهار عمر نهار عمر مزيان السيمانه هذه قبل ان شاء الله ومازال السيمانه 15 يوم ان شاء الله شكرا لك دوي مع دوي مع قول له كنسلم على بابا يلا قول له الحسين قول له كنسلم على الحسين بابا سلم على الحسين كنسلم على الحسين اذا المشاهدين كما كتشوفوا اذا كما كتشوفوا الاجواء حضور غفير للمتابعين والشغوفين بمشاهده هذه الاجواء هذه ديال التبورده بنواحي الجديده بجماعه مولاي عبد الله أنهار تحية لرجال الدرك الملكي كما كتشوفوا بالصورة لكي سهروا على النظام ديال هاد الموسم هذا تحيات اش من منطقة انتوما منين جديدة جديدة تبارك الله عليك إذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام في هذه المشاهد الجميلة والرائعة اللي كنقدموها لكم حضور غفير للجماهير اللي جاو للحضور شغوفين بالمهرجان كما قلت لكم قبيلة آلاف من الخيالة فوق الخيل ديالهم بكل نظام وانتظام ادريس اجي باش ندخل منها إذا مشاهدينا أنا نكتفي بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر وغادي نعاود نرجع لكم بعد قليل